يعني انا حتى ساعتها قلت للرئيس الولايات قلت لهم لو عيت وهكلف ملايين مش عندي اوعوا تاخدوا من الدوله حاجه. يا ساتر يا رب. اه والله العظيم للدرجه دي. وانا ساتر. الحمد لله ميسور الحال واقدر يعني. هي صلحت لي احساس عندي كان غريب جدا ان لما حصل نوع من التنمر كده ايام ما دخلت المستشفى. أيوة. بعض انا ماليش في الفيسبوك ولا التواصل الاجتماعي ده خالص يعني، لكن ده اللي سمعته. فانا الحقيقه اتقهرت. صح كلنا. Thank you.